السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. فلسطيني يتكلم عن موقف حدث له في الجزائر، تابعوا معنا هذا الفيديو. اليوم صار معي موقف جميل هام في الجزائر. تهت شوي في الطريق، نسيت الطريق يعني، فكنت رايح على حديقة التجارب وعلى مقام الشهيد. فالمهم سقصت أو سألت شباب هناك في الطريق كانوا ماشيين، فقاعد بحكي معهم. أنا لما بحكي جزائري ما نهدرش الهضرة كاملة، إنما باش ما نقدرش يعني نهدرها كاملة، نهدر شوية فلسطيني شوية جزائري هيك وهيك. ففهم الشاب إنه أنا إيش مش جزائري، فقولي فلسطيني، قلت له آه. تلقائيا كانوا شابين اثنين، تلقائيا كنت أنا وابن عمي مع بعض حضنونا فلسطين الشهداء وفلسطين الشهداء. فأنا لي الفخر أن أكون فلسطيني وعايش في الجزائر، هذا أجمل مكان في الأرض. سلام.